حبيبي غلا لوحدها. عرف اسمي، عرف كل بالاسم. لا، علي، علي محمد فارس ابو باكر. جنبك الجماعه وجنبي ناصر احمد سعيد واحمد محمد عبد الله صالح. نزحنا من الباقي ذا نازحين الى هذا الكدام، محتاجين يعني من عدة أشياء تنقصنا. أول مرة من المواد الغذائية والبيبيغاز والماء والخيام، قد تشوفنا يعني في هذا المكان، والفرش، عدة احتياجات يعني المنزلية اللي نحتاج بها. ولو شيء أي دعم الجمعيات هذا، ما احنا اللي احنا المحتاجين، كل الناس يعني من زينا محتاجين. اشترينا برا، تجوا تبصوا شوفوا احتياجات الناس هذا. وصراحة أشكركم على نزولكم لما نزلتوا لما هذا الأماكن. نحن ما حد جانا صراحة لحد الآن، لم يجينا أي واحد إلا أنت والمندوب هذا سعيد. بهذا الشكل صراحة إذا اهتميتوا ووفرتوا للناس، أول مرة قدكم بتخرجون أمام الله. والسلطة الآن قد ماشي سلطة لا حد يهري عليها، ما عاد إلا الناس بينها لبين الضمير الإنساني. ونشكركم على يعني تعاونكم مع الناس ومع المواطنين، واهلا وسهلا بكم. لا عندنا يعني الله يحييك. حد عنده اي كلام منكم يا اخوان؟ لا لا خلاص، حياكم الله.